المختصة هي التي لديها القرار في الإعفاء من عدم ذلك. نحن قمنا بما يجب عليه القيام به بالنسبة للقانون وننتظر الجواب من المؤسسة التي قامت بالتعيين. يعني مش يكون موجود في مجلس الهيئة مبدئيا؟ لا، تم تجنيد نشاطه. هذا هو القرار، قرار الإحالة، وقرار هو خاص قرار. لماذا يمكن أن يفضي؟ قرار الهيئة هو وقعت معاينة الأخطاء الجسيمة، وأقول الأخطاء الجسيمة التي قام بارتكابها من خلال إخلاله بواجب التحفظ، واجب الحياد، واجب الاستقلالية، واجب عدم احترام السر المهني. تمت معاينة ذلك بمقتضى محاضر رسمية من عدل المنفذ وقرارات مجلس الهيئة، وقعت التنابيه اللازمة، أخذ حق الدفاع، وقعت إحالة كل الملف للجهة المعنية وننتظر ذلك. يعني هو تو مجمد أنا أعطيتك القرار، منع من حضور الاجتماعات. أنا القرار عدته لك تو، منع من الإحالة، بخلاف الإحالة، هذاك هو بخلاف الإحالة. وكذلك فانتظار النظر في شأن المآلم تاع الإحالة، منع من الحضور معناها. وهو كذلك، وهو كذلك. شكرا لك. يعطيك الصحة. بالمقارنة مع انتخابات 2019 بالنسبة التي تم عرضها 13 يا سامي، هناك خاطر يلزمنا نفرقوا ما بين الوضعيات، لأنه كانت قبل الانتخابات تجرى في شهر أكتوبر وسبتمبر. أول مرة الهيئة تقوم بانتخابات في شهر جويليا، في 25 جويليا. نعرف الظرف خاصة نتاع الطقس، تاع التواجد التونسيين الموجودين نسبة كبيرة منهم في تونس. هذاك علاش الوضعيات لا تقارن من حيث التوقيت، لكن من حيث النسب فهي متشابهة. سي محمد، بخصوص ما مشكل التجاوز من قبل رئيس الجمهورية مع التقييم المبدئي، نحن قلنا ونعيدها، وكون الاختصاص المطلق بمقتضى التفويض من مجلس الهيئة هو لهيئاتنا الفرعية وأعواننا الرقابة المتواجدين على كافة تراب الجمهورية، نحن كمجلس هيئة ننتظر التقارير. مرجع النظر بالنسبة للهيئة الفرعية هي الهيئة الفرعية بأريانا، إن وجدت مخالفات سيقومون بالمعاينات اللازمة بطبيعة الحال. نحن ننتظر ما ستؤول إليه هذه التقارير، ثم سننظر أثناء البت. سيبون يا سامي مريق ليز اللي حاجتنا به.